بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على الـ organelles أو العضيات. هي العضيات قلنا قبل كده إنها عبارة عن small membranous structure. small membranous structure يعني أي تركيب غشائي داخل الخلية بسموه عضي. and each one has a specific function. كل عضي طبعا ليه وظيفة محددة. نبدأ نتكلم خالص على الـ brain of the cell، مخ الخلية اللي هو نيوكليوس أو العضي موجود اللي هو ذا نيوكليوس. It has a كروماتين، في الكروماتين موجود طبعا، ألياف الكروماتين، وعبارة عن DNA وبروتين موجودين على هيئة الكروماتين نتورك أو شبكة الكروماتين. يعني دول الكروموسومات أو ده DNA الموجود داخل الخلية في صورته الاكستندد فورم أو الصورة اللي هي الخيطية، فده بيسموه الكروماتين. تاني حاجة تلاقي في النواة هتلاقي فيه النيوكليولوس اللي هي النوية، الجزء الأغمق شوية ده اللي هو النيوكليولوس. والنيوكليولوس عبارة عن كروماتين زائد الريبوسومال سب يونتس. يبقى الكروماتين أول حاجة طبعا خالص اللي هو عبارة عن دي ان اي مع بروتين. رقم اتنين النيوكليولوس عبارة عن أجزاء من الكروماتين والريبوسومال سب يونتس، هتلاقي كده بتبقى مور كوندنسد، بتبقى أكثر كثافة. رقم ثلاثة يبقى فيه النيوكليار انفلوب اللي هو غلاف النواة الخارجي خالص اللي انت شايفه ده، عبارة عن دبل ممبرين غشاء مزدوج، دبل ممبرين ويز نيوكليار بورز، آلاف من الثقوب النووية اللي انت شايفها دي. from which the materials go in and out from the nucleus and the RNA move in from move out from the nucleus to the cytoplasm for translation. Number four of the structure of the nucleus which is a nucleoplasm. Nucleoplasm is the نيوكليار ساب، هو السائل اللي داخل الخلية، أو نيوكليار فلويد السائل النووي. سيمي فلويد ميديوم inside the nucleus in which the كروماتين and nucleolus found، طبعا خلاله يبقى موجود جوه النيوكليولوس والكروماتين. يبقى ده ممكن يكون النواة عبارة عن أول حاجة كروماتين، اثنين نيوكليولوس، نيوكليار انفلوب ونيوكليار بورز، and النيوكليوبلازم ده structure of the nucleus. In this shape this is the true nucleus. لو التركيب كده موجود يبقى ده نواة حقيقية لأنها محاطة بنيوكليار انفلوب. So it differentiate بتميز ما بين ال contents of the nucleus from the contents of the cytoplasm. ده نيوكليوس، ده نيوكليار انفلوب، فيه نيوكليار بورز اللي انت شايف هذه الثقوب ده بالشكل ده اللي هي بالشكل ده ايه نيوكليار بورز. and this is the double membrane زي ما قلنا، ده الانر membrane وده الاوتر membrane. inside the nucleus there is a nucleolus، هتلاقي فيه نيوكليولوس، هتلاقي كمان في الكروماتين باتشز، هتلاقي الكروماتين خيوط الكروماتين، هتلاقي فيه طبعا النيوكليوبلازم داخل النواة. On the outer surface ده اللي هو الأوتر ممبرين، ده الأوتر ممبرين، هتلاقي الأوتر ممبرين هيبقى فيه attached ب ال rough endoplasmic reticulum، ويبقى برضو على ال rough endoplasmic reticulum هتلاقي فيه نقط حمراء صغيرة دي اللي هي الريبوزومز، هتلاقي برضو موجودة على الأوتر نيوكليار انفلوب، برضو على غشاء النواة الخارجي هتلاقي فيه برضو الريبوزومز. ده صورة طبعا حقيقية من الميكروسكوب يوضح لك شكل النواة، طبعا النقط الصغيرة دي أكيد النيوكليير بور. الفانكشن اوف ذا نيوكليوس، النيوكليوس دلوقتي كارير اوف جينيتك ماتيريال، طبعا هي اللي بتحمل المادة الوراثية اللي هو الكروموزومز اللي هي عبارة عن الدي ان اي والبروتين اللي قلنا عليها الكروماتين في حالته لما يكون اكستندد، او الكروموزوم لو في حالته ما يكون كومباكت او مضغوط. طبعا النواة معروف ان هي البرين اوف ذا سيل، مخ الخلية، governs all the cell activities، هي اللي بتتحكم في كل نشاطات الخلية، وبالتالي بدون النواة تموت الخلية. طيب النقطة الثانية اللي هي النيوكليولس اللي هي داخل النوية اللي هي الأغمق دي.
produce الرايبوسومال سابيونتس. احنا قلنا النيوكليوس عبارة عن كروماتين ورايبوسومال سابيونتس، يبقى من اهم وظائف للنيوكليولس ان هي بتبدأ تديك الرايبوسومال ار ان اي which is a part of the ribosomes، يبقى اللي بيساعد في تكوين الرايبوسومات في السيتوبلازم اللي هي النيوكليولس. الرايبوسومز الموجودة اللي هي قلنا هيتكون من الرايبوسومال سابيونتس الموجود في النيوكليولس. طبعا المين فانكشن ده مصنع تكوين ايه؟ ده مصنع تكوين البروتين في الخلية. بروتين سينثيسيس occurs in a tiny organelles called ribosomes. طبعا البروتينات تتصنع في الرايبوزوم. Ribosomes are composed of large subunits and small subunits. يبقى ده الوحدة التركيبية بتاعت الرايبوزومز، عبارة عن وحدة صغيرة ووحدة كبيرة. أدا الوحدة الأولانية الكبيرة وأدا الوحدة الصغيرة، الاثنين دول مع بعض اسمهم ريبوزوم. Small subunits and large subunits مصنوعة منين؟ من RRNA وبروتين، واللي تحت برضه RRNA وبروتين مختلف بس بينهم في المولكولر ويت. الرايبوزومز كان بي فاوند، الرايبوزومات دي موجودة فين؟ إما تكون فري في السيتوبلازم أو تكون اتاتشد، بحاجة من الاثنين. إما تكون فري وحرة في السيتوبلازم كده، أهو موجودة كده في السيتوبلازم كده حرة مش مرتبطة بحاجة، وفي الحالة دي تبقى نوع من نوعين، إما إنها تكون سينجل لايك ذيس نقط كده لوحدها، أو تكون grouped مجموعة مع بعضها. في الحالة دي بتبقى عاملة كده اللي بيسموها grouped، بيسموها بولي ريبوزومز، بولي ريبوزومز أو ريبوزومات عديدة مع بعضها. قلنا الـ mRNA قبل كده يدخل داخل الخلية كده يترجم، وبالتالي كل واحدة من دي تبدأ تطلع بروتين، وبالتالي تديك نفس البروتين بس بكمية أكبر من الـ ريبوزومة طبعا لحالها. النوع الثاني اللي هو attached للإندوبلازميك ريتيكولم، أو قلنا ممكن يبقى attached بالأوتر نيوكلير انفلوب بغلاف النواة الخارجي. طيب الاثنين دول طبعا الفري والattached طبعا بيديك البروتين، لكن الفري ريبوزومز produce protein for the cell itself، لكن الattached ريبوزومز produce protein maybe transport inside the cell يعني for the cell only or maybe export outside the cell. يبقى maybe transport or export، لكن ده بيبقى للخلية بس. ليه؟ لأن ده ما بيحصلوش باكجينج، ده ما يحصلوش باكجينج ما بتغلفش، وبالتالي يبقى ده لاستخدام الخلية. لكن اللي بيحصل له تغليف طالما ان هو متصل بإندوبلازميك ريتيكولم، وبالتالي يحصل له ترانسبورت في السيل لو الخلية محتاجاه، أو export outside the cell لأنه ممكن يلتهم عن طريق البلازما ممبرين ويطلع بره من ضمن منتجات الخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.